وصلنا طريق المخدرات، ده وليف عاملها عند العطار كده. استغفر الله العظيم يا رب. حبيبتي انت لسعتي ولا ايه؟ انا مش بهزر، انا بقيت بتعالج بسببكو. انتوا السبب انا ليه غضبانه. انتوا بوظتوا حاجات كتيره قوي جوايا. مش اللي بتقوله ده حته من الفيلم بتاع شوكار اللي كنت بشوفه انا وانت من كام يوم؟ صح؟ يعني ايه بتتعالجي؟ استني بس ناريمان، الفيلم بتاع شوكار ده فيلم حلو قوي، اسمه ايه؟ استني اشوف كده. هو انت ليه بتستهزأ باللي انا بقوله؟ ثانية واحدة بس، أنا عايز أفهم. يعني أنت عندك إيه بتتعالجي منه؟ مش فاهمة. طلع اسمه أنت اللي قتلت بابايا أهو. ما كفاية بقى، ما كفاية بقى الطريقة دي، أنا بحاول أتكلم معاك بجد. أنت قللت الأدب. أنت أصلاً مولودة وعندك عرق لاسع. جاية دلوقتي تتبلى عليا وتقولي إن أنا السبب؟ لا لا، أنا مش هسمح لك إن أنت تقنعني إن أنا مجنونة والسلام. لا خلاص، أنا مش مجنونة، أنا عندي حاجة اسمها ADHD وعشان كده أنا عاملة كده، افهموا بقى. هو مين اللي قالك الكلام ده؟ الدكتور اللي بيعالجني قال لي إن أنا عندي ADHD وإن أنا عندي صدمة من حبستكوا ليا وأنا صغيرة في أوضة غسيل. ايه ADHD ده؟ مش خشب ده بنعمل بيه باركيه؟ صدمة ايه وكلام فاضي ايه؟ انت كنت طفلة ما تتطقيش، والواحد ما كانش يعرف يعمل أي حاجة من جنانك. الطريقة ما كانتش عاجباكي دي؟ الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهدك عشان نعرف نتنفس وما مديش إيدي عليكي. وبعدين ما احنا ياما اتضربنا واحنا صغيرين. طالعين الحمد لله زي الفل، مفيش حاجة. أنا معقد؟ مين الدكتور ده؟ تروحي له امتى؟ ليها تقليع من التقليع الجديدة، أي كلام فارغ. ده مش كلام فارغ. أنا عندي حاجة اسمها اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة. وأنتوا كنت لازم تتعاملوا معايا بطريقة تانية خالص. لا 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 لا. أوعي تجمعي ما تقوليش أنتوا دي خالص. أنا شاربة المر زيك بالظبط منه. الفرق الوحيد إن أنا طول عمري ساكتة وكاتمة ومحدش فيكوا حاسس بيا. أنت هتزيطي في الزيطة؟ طب معلش انا اسيبكم بقى في حفله الهرمونات الجميله بتاعتكم دي واخش اوضتي. لا انت مش هتمشي، انت هتقعد وهتسمعني عشان انا عندي كلام انا محتاجه اقوله. حاسبي يا زيزي، انت مش هتحاكمي فيا. حاسبي. لا مش هحاسب، انا محتاجه اتكلم معاك وانت لازم تسمعني. حبيبتي حاسبي عشان. لا اسمعني وانا بتكلم. اوعي. مش هوعى. اوعي اللي اتقلب.